السلام عليكم اختي، تحياتي لكم كاملين. كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي. المهم اخوتي، اليوم الحد فكرت انني ندير واحد الفلوق نسالكم شويه الكوره. صراحه منطقه زوينه، منطقه سياحيه جبليه كما كتشاهدوا معنا، شلال ديال الزانيب. هذا الشلال الثاني، باقي الاول وباقي الثالث. مره اخرى عاوتاني ان شاء الله نوريكم الشلال كاملين. يلاه نبقاو معنا. انا قررت دابا نوصل، خليكم معايا.